السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. الفيديو اليوم يكون عبارة على وصفة ديال صوص بولونيز كتجي رائعة وجديدة في المذاق، والأهم أنها ما كتطلبناش مواد كثيرة، للأغلبية كيكونوا عندنا في البيت متوفرين. نخليكم الآن مع المقادير. أول حاجة كنحتاجو هي الكفتة. الكمية اللي استعملت أنا هنا 500 غرام، من بعد نقول لكم علاش. بسلام توستة مشلضة، شوية ديال سكينجبير، توما بودغ ولا جوج متوسطين محكوكين، شوية ديال التحميرة، وشوية ديال الحار أو السودانية اللي بغاها ما تجيش حارة، يعوضوا بالبزار. نحتاجو كذلك صلصة ديال الطماطم، إلا ما كانش متوفرة تقدروا تاخدوا 4 متوسطين يعني مطيشات وتحكوهم. من الأحسن يعني تستعملوا مطيشة محكوكة لأنها كتعطي المذاق حسن. بالنسبة للأعشاب اللي غنستعمل، شوية ديال آزير، شوية ديال الزعتر، شوية ديال الزعترة، وشوية ديال الحبق اللي هما ديجا يابسين. هاد لاصوص كتمشى تقريبا مع جميع أنواع البات بدون استثناء. أنا اليوم إن شاء الله بإذن الله قررت نستعمل هاد الكانيلوني، هما كيكونوا بهذا الشكل يعني كبارين ومجهبين، والطريقة ديال الطياب ديالهم أنهم خصهم يعمروا بشي حاجة. لذلك شي أنا استعملت الكفتة بكمية زايدة لأنني أولا نعمرهم، هما ما غاديش نسلقهم يعني خصهم يطيبوا في شي حاجه سائله لاني غندخلهم الفرن. على داكشي غادي نزيد على هاد الوصفه اللي قلت اليوم 400 غرام ديال الكريمه السائله وشويه ديال الفرماج غابي، اختاريت الموتزاريلا. تقدروا تستعملوا اي فرماج عندكم متواجد في البيت. اول حاجه نبداو بها نسخن شويه ديال الزيت نباتيه في مقله مزيان، من بعد نزيدو البصلة نقصو عليها العافية ونحاولو نشحروها مزيان حتى نحسو بها نزلات ودخلها الطياب. من بعد نزيدو الكفتة نحاولو نحلوها شوية بيدينا ما نخليوهاش هكا مجموعة. منين يتشحرو مزيان يعني البصلة والكفتة نزيدو العطرية، صوص طوماط، ربع حتى الكاس صغير ديال الماء، ونخليهم على عافية مهيلة حتى تقال لاصوص ما تبقاش يعني جارية. هاد الوصفه كنصح بها البنات اللي مازال عندهم مشكل في البات ما كيجيهمش يعني زوينين، راها لذيذه بزاف والاهم انها سهله.
نزيد ما قلت لكمش منين نزيدوا العطريه خاصكم تزيدوا معها حتى الاعشاب المنسمه، وفي نفس الوقت تزيدوا معلقه كبيره ديال زيت العود. هذه المرحله اللي جايه دابا تقدروا تستغناو عنها، ماشي بالضروره ديروها، غير ان الحبق كيعجبني هكا فخي، يعني زدت واحد ربيطه صغيره ديال الحبق على لاصوص، هي دابا راه صافي طابت وتجمعات، يعني ما بقى لي غير نبدا نعمر ونحط في المول. غدا نستعمل يعني مولات فرديه ماشي مول كبير، غنبدا ناخذ يعني هاد لي كانيلوني وحده بوحده نعمر ونبدا نستف في المول. قبل ما نحط في المول ناخذ واحد شويه ديال لاصوص نحطو من التحت باش ما تلصقش، ونبدا نعمر ونستف حتى نسالي الكميه اللي عندي. اخر مرحله اللي هي غتكون من غادي ندخلهم للفران، غادي نعاود نحط واحد شويه ديال لاصوص من الفوق بحال اللي درت في المرحله الاولى من التحت. ولكل مول غنستعمل 200 غرام ديال الكريمه السائله، حتى هي غنكبها من الفوق. نشعل الفران على 200 درجه من الفوق ومن التحت، ندخلهم الفران تقريبا من 35 حتى 30 دقيقه. منين تبقى لهم تقريبا 4 ولا 5 دقائق نخرجهم ندير الفرماج من الفوق ونعاود نغطيهم بما يذوب الفرماج.
هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم من بعد ما خرجته من الفران. نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم، تشاركوا في القناة ديالي باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. خليتكم على خير.